بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رحب بكم في بداية اللقاء الثاني من لقاءات المادة. ما أشوف أمامي أحد الآن، لكن على كل حال راح أكمل الشرح حتى الطلاب والطالبات اللي مستقبلا يرجعون للمحاضرة يجدون المادة موجودة. طيب، as usual كالمعتاد، we start with a revision first. عادة نبدأ بمحادثة، مراجعة سريعة لما تم مناقشته في آخر اللقاء السابق. Last thing we talked about was the present simple or simple present. آخر ما تحدثنا عن كان المضارع البسيط، المضارع البسيط واستخداماته. دائما في الأزمنة يجب أن تسأل نفسك سؤالين: What is the form and what is the function؟ ما هي الصيغة وما هي الوظيفة؟ يعني مثلا تقول present continuous، المضارع المستمر. First, what is the form؟ الصيغة المرتبطة بالمضارع المستمر هي وجود ing، ووجود ing مع الفعل يتطلب وجود is أو am أو are أو was أو were قبله. هذا form. The function، الوظيفة، متى أستخدم المضارع المستمر؟ عندما أتحدث عن شيء يقع الآن، مثل he is reading a book now، we are studying English now. طيب الآن المضارع البسيط بنفس الطريقة. Form، ما هو الشيء المرتبط بالصيغة بالنسبة للفعل؟ هي وجود s أو عدم وجود s. Sometimes we add s to the verb and sometimes we don't. متى نضيف s؟ إذا كان الفاعل he أو she أو it. طيب الفاعل الآخر أو أنواع الفاعل الأخرى مثل I, we, you, they، هذه ما نضع لها s. هذا form. طيب function، الوظيفة، متى نستخدم المضارع البسيط؟ ذكرنا في اللقاء السابق with two things: facts and habits، للحقائق والعادات، للحقائق والعادات. الآن نشوف على اللوح أمامكم فراغ plays football every day. Now in this case، في هالحالة هذه، هل نختار A they ولا he or we or the boys؟ تذكروا قبل شوي قلنا form، الصيغة في الفعل أمامكم plays فيها s. طيب قبل شوي قلنا الفعل إذا كان في s معناها يتطلب فاعل معين اللي هو قلنا he أو she و it. في هالحالة راح نختار مباشرة الإجابة الصحيحة هي he. إذن he plays، he plays. طيب اللي بعدها my father فراغ football. طيب هنا هل نقول don't likes ولا b doesn't likes or c doesn't like or d don't like؟ ذكرنا أيضا في اللقاء السابق بالنسبة للنفي مع الفاعل he و she و it الفعل يأخذ s وفي النفي يأخذ doesn't. الأنواع الفاعل الأخرى ما يأخذ s وفي النفي يأخذ don't. هنا my father، my father لو ترجع لصيغة الضمير هل هو he ولا she ولا it ولا I ولا we ولا you ولا they؟ my father يعني ممكن تستبدله بالضمير he. okay، إذا في هالحالة أستخدم doesn't. إذا معناها الاختيار A والاختيار D راح يستبعد. فباقي عندنا اختيارين كلاهما يحتوي على doesn't: B doesn't likes، C doesn't like. Which one is correct؟ أيهما الصحيح؟ The answer of course is C. لأن قلنا إذا استخدمنا doesn't نرجع ونحذف الاس، نحذف الاس من الفعل، نرجع الفعل للمصدر للصيغة الرئيسية. Okay؟ طيب هذه مراجعة سريعة. الآن we start with go to book page 5. Go to book page 5. الآن نكمل الوحدة الأولى في الكتاب، صفحة 5. صفحة 5. الآن أمامكم في أعلى الصفحة we have four persons، عندنا أربعة أشخاص. For each person، لكل شخص، we have four pieces of information، عندنا أربع جوانب من جوانب المعلومات متعلقة به. زي ما تشوفون كل جدول، كل عمود، كل صورة تحتها أربع خانات كلها مرتبطة بالعمود الأيسر، أو الخانة الأولى from، من أين الشخص هذا،
بعدين lives يعيش، أحيانا أن تكون من مكان معين لكنك تعيش في مكان آخر. طيب العنصر الثالث company، الشركة، في أي شركة يعمل. اللي بعدها job، أن تعمل في شركة STC مثلا، لكن STC فيها موظفين كثر وفي مجالات مختلفة. So which work exactly, which job do you have، وش الوظيفة بالضبط اللي تعملها. طيب طب ناخذ مثال على الشخصية الأولى، ألينا برايس. أوكي ألينا برايس، أول حاجة نبي نسأل من وين ألينا برايس. أمامكم على اللوحة مثال، نقول Where is ألينا برايس from، من وين ألينا برايس. إذا أردت أن تسأل عن شخص من وين هو، تقول Where are you from، تسأله مباشرة. أو تسأل شخص آخر عنه فتقول Where is David from, where is John Smith from, where is Muhammad Abdullah from, and so on. الإجابة she's from Sydney. Why do we say she؟ لأننا نتكلم عن Elena. Elena اسم مؤنث، إذن she's from Sydney. Where is Muhammad Abdullah from? He's from Egypt، ومن مصر مثلا. طيب اللي بعدها، الخانة اللي بعدها lives، وين يعيش. طيب لما نسأل وين تعيش ألينا برايس، where does she live، where بمعنى أين، where does she live. She lives in Singapore، هي تعيش في سنغافورة. She lives in Singapore. طيب العنصر الثالث company، شركة، يبي نعرف وين تشتغل، في أي شركة. الشركة راح نسأل بطريقتين زي ما هي أمامكم على السبورة. الطريقة الأولى نقول What company does she work for، هي تعمل لحساب أي شركة. What company، أي شركة. Does she work for، تعمل لحسابها. أوكي هذه الصيغة الأولى، What company does she work for. الإجابة She works for Apple، تعمل لصالح شركة أبل. What company does سعود work for؟ He works for STC. What company does فيصل work for؟ He works for فيصلية company for example. طيب هذه الطريقة الأولى للسؤال عن مكان العمل. الصيغة الثانية نقول Who is she with؟ Who is she with؟ إيش معنى Who is she with؟ يعني لو الترجمة حرفية ما تقول هي مع من. أوكي هي مع من المقصود به، يعني تعمل مع من، هذا المقصود هي مع من. Who is she with، هي مع من. She's with Apple، أنا مع شركة Apple، means she works for Apple، هي تعمل لحساب شركة Apple. طيب الخانة الرابعة job، قلنا نعرف عرفنا الشركة لكن نبي نعرف طبيعة الوظيفة، فنقول What does she do، وش تعمل هي. نعرف انها تعمل في ابل، ابل is a big company، ابل شركة كبيرة. في اي مجال تعمل، What does she do، تقول she's a marketing manager، هي مديرة تسويق، مديرة تسويق. اوكي طيب هذا هو العنصر الثاني في درس اليوم. عندنا بقية العناصر اللي في الكتاب، يعني في جانب الليسننج هذا ما له داعي، اللي في النصف الثاني من الصفحة. أهم شيء تعرفون طرق السؤال عن المكان وأين يعيش والشركة وما هو مجال العمل. الكلام هذا اللي أخذناه على إلينا برايس، you can do the same، تستطيع أن تعمل نفس الشيء with Ann Cole Park الشخصية الثانية، وميا تشينغ الشخصية الثالثة، وشينجي أبي الشخصية الرابعة. أوكي تطبق بنفس الطريقة، وكل واحدة جوانب المعلومات واضحة أمامكم. أوكي now let's move on، ننتقل للعنصر الثاني وهي عندنا conversation، عندنا محادثة. المحادثة هي Module 1.3، Module 1.3 صفحة 109، صفحة 109.
Okay, module 1.3. طيب هي أنا قلت كل واحد يكون معاه المحادثة، لكن الآن راح أضعها على اللوحة لمن سيراجع الدرس هذا وليس معه المحادثات. أوكي، هذه هي المحادثة الأولى conversation. طيب المحادثة هذه as we said on page 109 صفحة 109 صفحة 109. أوكي أنا ما أدري ليش داخلين متأخرين. أوكي إحنا الآن نواصل الموضوع في المحادثة. أوكي المحادثة الآن page 109. طيب الصوت واضح الآن دخلتون الكلاس، الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ Can someone please answer? Okay, good. طيب أنا راح نواصل، أنا بدأت already فراح نكمل وتقدرون ترجعون لأول الموضوع عشان تشوفون شو اللي فاتكم. طيب الآن المحادثة هذه صفحة 109 اللي مع المحادثة واللي ما معه ممكن يتبع الآن في الصبورة اللي أمامكم. Let me read، راح أقرأ لكم الآن ثم نتناقش في معاني الكلمات ونستمر إن شاء الله. طيب passengers الآن كأن صوت واحد يعلن إعلان. Passengers traveling المسافرون الذين يسافرون on flight على الرحلة VS043 to Las Vegas المتجه إلى Las Vegas please proceed. Proceed معناها استمروا امشوا انطلقوا. Proceed to gate 2 يعني عليهم التوجه أو توجهوا إلى بوابة 2 where this flight حيث هذه الرحلة is now boarding يعني تتجهز للمغادرة. That's Las Vegas flight VS043 O هي بديل عن zero فأحيانا تسمع كلمة O مقصود بها zero وليس حرف الO. All passengers to gate 2 thank you. هذا هو الإعلان الأول. طب الإعلان الثاني excuse me please which gate أي بوابة do I need for Bilbao. طيب بلباو في اسبانيا يقول اي بوابة احتاج لها اذا انا رايح متجه الى بلباو. اوكي gate 6 بوابة 6 6 thank you very much شكرا جزيلا. هذا الاعلان الثاني. الاعلان الثالث see this is the last call for Air France flight هذا هو النداء الاخير. اوكي هذا هو النداء الأخير. This is the last call for Air France flight لرحلة شركة Air France AF1673 to Paris متجه إلى باريس. All passengers for AF1673 to Paris please go to gate 45 immediately. شو معنى immediately يعني مباشرة immediately. طيب هذا هو النداء الثالث. النداء اللي بعده passengers information معلومات السفر flight number LH4961 to Frankfurt المتجه إلى Frankfurt has been delayed. delayed هذه من الكلمات اللي تحتاجونها كثيرا. delayed معناها تأخرت. okay delayed That's LH4961 to Frankfurt. This flight has been delayed. الرحلة هذه يعني تم تأخيرها أو تأخرت. Okay. هذه هي المحادثة الأولى في محادثات اليوم. طيب ننتقل بعدها الآن للمحادثة الثانية. المحادثة الثانية راح أضعها أيضا على اللوحة لمن ليس عنده المحادثة جاهزة الآن. Okay, model. Okay, 1.3, number 6.
المحادثة هذه number 6 موجودة في نفس الصفحة. طيب كمل الآن. Can I have your phone number please sir؟ هل ممكن تعطينا رقم هاتفك؟ هذه مهمة. كيف تبي تسأل؟ رحت مكان تبي تسأل واحد عن رقم هاتفه. Can I have your phone number please sir؟ Yes it's. الآن هنا تستطيع تقول 03 وتستطيع تقول 03. 03 5231 77 77 يعني 77. فتستطيع تقول 77 وتستطيع تقول 77 لكنهم يستخدمون كثيرا كلمة double. 7754. I'm sorry I didn't catch that. مرت علينا المرة الماضية catch هنا يعني مقصود اني ما لقبت الكلمة ما سمعت. It's 03 5231 7754. Okay, هذه هي المحادثة الأولى. المحادثة الثانية. Could you ask him to call me؟ واحد اتصل مثلا يبغى شخص وما رد عليه، رد على شخص ثاني قال Could you ask him؟ هل ممكن تطلب منه to call me أن يتصل علي؟ Certainly sir. Certainly يعني sure، بالتأكيد. Can I have the number please؟ ممكن أخذ الرقم؟ Yes it's 02-601-3592. طيب هذه المحادثة الثانية. طيب المحادثة الثالثة. See her number is 02-022-93-5065. Sorry could you say that again please؟ ممكن تقول مرة ثانية؟ Sure it's 02-93-5065. Okay D let me give you my number. تخيل انك تبي تعطي رقمك لشخص قابلته. It's 06-93-24-111-5. triple يعني واحد ثلاث مرات، ثلاث وحدات يعني زي ما نقول لغتنا الدارجة. إذا double يكون اثنين لكن triple معناها ثلاثة. Thanks I'll catch up with you later. يعني بتواصل معك لاحقا. I will catch up with you later. طيب المحادثة الثالثة في نفس السلسلة الآن أيضا راح أضع لكم على الصبورة. اوكي عشان اكبر الخط شوي. طيب هذا ايضا المحادثة اللي بعدها. المحادثة اللي بعدها الشخص A يقول Can I take a message sir؟ واحد اتصل مثلا يبغى شخص ورد على السكرتيرة او السكرتيرة قالت ممكن تعطيني رسالة، يعني انت اتصلت ما لقيتها، طيب اترك له شيء ابلغه بشيء زي ما نقول. Can I take a message sir؟ Yes please can he call me as soon as possible؟ ممكن يكلم، ممكن تبلغينه يكلمني as soon as possible يعني في اسرع وقت ممكن. Soon يعني قريب، as soon يعني في اول وقت قريب ممكن، يعني بنترجم حرفيا لكنها تترجم في اسرع وقت ممكن. And the number والرقم it's 06-4381-7669. I'm sorry would you repeat that please sir؟ ممكن تعيد الرقم مرة ثانية؟ 06-4381-7669. طيب المحادثة اللي بعدها. Could you ask him to give me a call at؟ اوكي هنا الان كيف تقول ابغاه يخليه يكلمني على الرقم الفلاني؟ كيف تقول يعني لو بترجم على الرقم على نعرف انها on، فما يصح تقول call me on، لا نقول call me at 829-8450. I'm sorry could you say that again more slowly؟ ممكن تقول الرقم بس ببطء شوي يعني شوي
I'm sorry, I didn't catch the number. يعني ما سمعت الرقم. Sorry, it's 8298450. Thank you. I'll give him the message. بعطيه الرسالة يعني ببلغه برسالتك. I will give him the message. Okay. طيب. اللي بعدها. I'll be in the lounge at 3 o'clock. أبكون في القاعة في الصالة في المجلس at 3 o'clock. If there are any problems, يعني إذا في أي مشكلة, if there are any problems, she can call me on my cell. Cell المقصود به موبايل. يعني إذا في أي مشكلة خليها تكلمني على جوالي. Can I have the number, sir? ممكن تعطينا الرقم؟ It's 071-223-4457. 071-223-4457. Thank you. Okay. هذه هي المحادثة اللي بعدها. الآن ننتقل إلى الكتاب page 6 page 7 sorry. طبعا صفحة 6 محذوفة. صفحة 6 محذوفة. اوكي طيب وحتى صفحة طيب صفحة 7 ايضا فيها يعني اضمار شخصية كانها نوع من اللعبة وكذا. طيب فما لها داعي حتى صفحة 7 احلف عليكم يلا خفف عليكم شوي. وصفحة 8 كذلك. إذن صفحة 6 و7 و8 محذوفة. لكن 3 صفحات في الوحدة هذه 6 و7 و8 محذوفة. أوكي. طيب خلنا نعوض الآن بقي آخر محادثة فقط. ثم بعدين ننتقل إلى موضوع القواعد. آخر محادثة الآن هي موديل 1.5. أوكي. هذه آخر محادثة. خلونا أيضا اللي ما عنده المحادثات يستطيع الآن. يمكن هذه آخر مرة أحط فيها المحادثات على اللوحة لأنها يعني تأخذ وقت من الإعداد. فخلونا نركز على مناقشات أفضل. طيب آخر محادثة تبع معي اللي هي موديل 1.5 المحادثة اللي هي 1.5. طيب المحادثة الآن يقول hello come in مرحبا تفضل welcome to job search مرحبا بك في job search هذا اسم شركة اسمها job search البحث عن وظيفة. Can I have your name please ممكن تعطيني اسمك please. I'm John Smith. اسمي John Smith. Nice to meet you. دائما هذه من الألفاظ المهذبة اللي يستخدمونها في المحادثات والمقابلات مع بعض. Nice to meet you. سرت بمقابلتك. Nice to meet you too, John. وهذا أسلوب الرد لما واحد يقول لك Nice to meet you تقول له Nice to meet you. Nice to meet you أو pleased to meet you نفس المعنى. Okay. Take a seat. وش معنى take a seat? Seat بمعنى مقعد. مقعد. مكان الجلوس. Take a seat معناه تفضل بالجلوس. ومعنى خذ مقعد وتوكل على الله. No. Take a seat means sit down please. وتقدر تقول have a seat. نفس الشيء. Take a seat. Where are you from, John? تذكرون الأسئلة اللي قبل شوي قلنا كيف تسأل الشخص من وين هو. Where are you from? I'm from Dallas في أمريكا. But I live in New York now. Okay. كثير عندنا الآن في الرياض كثير من الناس اللي في الرياض ليسوا أساسا من الرياض. Someone from Jeddah but he lives in Riyadh. طيب I see. Well I need to ask you some questions. أحتاج أسألك بعض الأسئلة for the database. Database اللي هي قاعدة البيانات. قاعدة البيانات أي مكان يجب يعني
يتم جمع فيه بيانات العملاء، بيانات الموظفين، بيانات الموضوعات، يسمى database، قاعدة بيانات. And then I can put your information، بعدين ممكن أضع معلوماتك onto the job search website، بعدين أحطها على موقع الشركة، أحط معلوماتك على موقع الشركة. So who do you work for now؟ طبعا عرفت منك من وين الحين. الآن بسأل أي شركة، who do you work for؟ I work for a small family company. أعمل لحساب شركة عائلية صغيرة. It's called Travel Zone. اسمها Travel Zone. Travel Zone, what do you do؟ تذكرون قبل شوي كنا نسأل، نقول كيف أسأل وين أي شركة، والآن أسأل عن طبيعة عملك. أنا أعرف أنك في Travel Zone, but what do you do؟ وش تعمل بالضبط في Travel Zone؟ I'm a sales rep. Rep هنا هي اختصار كلمة representative، ممثل مبيعات، مندوب مبيعات. Representative. I am a sales rep. يعني sales representative. Sales معناها مبيعات. Representative مندوب، ممثل. إذا مندوب مبيعات. طيب مندوب مبيعات وش يسوي بالضبط؟ يقول I visit customers, companies. أنا أزور شركات. And sell our tour packages. وأبيع لهم عروضنا السياحية. Tour سياحية. Tour سياحية. Tour packages. Sales representative. يعني مندوب مبيعات. Okay. Can I have a contact phone number؟ ممكن رقم تواصل. Contact phone number. My cell or my work number. يعني تبغى جوالي، my cell، cell له cell phone، or my work number ولا رقم العمل. Your cell please. لا أبغى رقم جوالك. Sure. It's 845-966-4672. Thank you. Can I just give you this form to fill out؟ ممكن أعطيك النموذج هذا عشان تعبي. وهذه أيضا محادثة من المحادثات اللي ممكن تحصل في أي وقت ما بين شخص يبحث عن وظيفة وشركة توفر وظائف. أوكي، كده انتهينا الآن من المحادثات. باقي فقط book page 9. أبغاكم الآن تروحون للكتاب صفحة 9. في معلومة بسيطة فقط هي اللي نتناولها. book page 9. book page 9. طيب book page 9 الآن أمامكم الصفحة هذه، ليس فيها شيء كثير مطلوب، لكن أبغى أعطيك بعض المعلومات لأن فيها بعض الكلمات اللي وردت ضمن الكلمات المهمة ولازم نعرف وين مكانها. أوكي طيب أمامكم الآن هنا هذا يسمونها culture file، ملف ثقافي، greetings. العنوان عندكم فوق في على الصفحة مكتوب greetings. greetings معناها التحية، إلقاء التحية، السلام. وفرقوا بين كلمتين، كلمة greet وكلمة great. خلوني أسويها لكم على لوحة أمامكم الآن. لاحظ الآن لما أكتب لك كلمة greet وكلمة great، فرق كبير بين الثنتين. من ناحية الكتابة فرق حرف واحد، لكن النطق والمعنى يختلف. greet means to say hello، to say السلام عليكم، to say goodbye، يلقي التحية greet. لكن great معناها عظيم، كبير، great. okay، فهذا فرق بين greet و great. طيب نرجع الآن لنفس الصفحة. الآن تعرفون هذا أمر ثقافي يختلف. مثلا عندنا في السعودية السلام ممكن مصافحة، ممكن سلام تقبيل على الخد، ممكن حب تقبيل الرأس، تقبيل اليد. أحيانا في بعض المناطق أيضا السلام قلتهم بالخشوم، فهذه تختلف من مكان إلى آخر. Here now the way you greet your friend is different from the way you greet a stranger.
الطريقة اللي تحيي فيها أخوك أو صديقك تختلف عن الطريقة اللي تحيي فيها شخص غريب. يعني مو معقول واحد قابلته في الشارع يسأل عن شيء يسلم عليه وتروح تعانقه. No, it's not accepted. غير مقبول. فإذا هنا من الأشياء الثقافية اللي ينبغي الإنسان أن يعرفها هي الأنواع التالية. شوف الآن تحت الصور نعطيكم نماذج من إلقاء التحية وجنبها ثلاثة أعمدة. فيقول لك يعني نوع التحية هذه هل هو عادة يمارس ما بين العمود الأول مكتوب friends ما بين الأصدقاء ولا co-workers زملاء العمل ولا strangers مع الأغراب واحد غريب أجنبي توك تقابله. طيب هذا يعني أمر كل واحد ممكن يسوي لكن نستعرضها بشكل سريع. shake hands إيش معنى shake hands؟ مصافحة. عادة لما تقابل شخص تكتفي بالمصافحة مع من؟ هل هي مع الأصدقاء friends؟ لو واحد صديقك من زمان ما شفته وتجي بس تصافحة يزعل عليك. no what happened؟ شو اللي حصل؟ co-workers زملاء العمل yeah maybe strangers yeah maybe. فممكن تكون مع أصدقاء العمل وتكون مع الأجانب. هذا أمر ثقافي يعني يختلف من منطقة إلى أخرى. طيب bow إيش معنى باو؟ باو اللي هو انحناء، وممكن كثير منكم يعرف أن هذا موجود في كوريا، اليابان، المناطق هذه كذا باو. نعرف إحنا يعني الركوع والانحناء ليس إلا لله فقط. So according to some cultures بناء على بعض الثقافات ممكن يمارسون نوع التحية هذه فيما بينهم. طب hug، hug اللي هو الحضن زي ما تشوفون في الصورة اللي فوق على اليمين. في بعض الثقافات they hug يحضرون بعض في السلام. في بعض المناطق في العالم يعتبرونها شيء غريب ومستهجن. طيب exchange business cards هذا من ضمن الكلمات اللي مرت علينا في كلمات الوحدة اللي يتبادلون بطاقات الشخصية وبطاقات العمل. هل عادة لما تقابل شخص في مؤتمر وكذا بزنس فيتبادلون الكروت العمل بطاقات العمل زي ما هو موجود أمامكم في الصفحة اللي على اليمين تحت. طيب kiss on the cheek لو تقبيل على الخد. اوكي هذا ايضا موجود ومستخدم. use first or given name لاحظوا وقت تركزون في اخر عبارتين. use first or given names اللي هو استخدام الاسم الاول للشخص. لما جيت ناديت ولا عبد الله علي ناصر فهد صالح. اوكي واللي بعدها use last or family names استخدام الاسم الأخير. اوكي السيف القحطاني تيبي المطيري الحربي الحارثي etc. فالآن استخدام الاسم الأول في بعض الثقافات برا غير مقبول تنادي الشخص يا فلان. مثلا واحد اسمه عبد الله القحطاني تقول له مستر ما تقول مستر عبد الله ولا تقول له عبد الله تقول مستر القحطاني كذا في بعض الثقافات. فممكن تنادي بالاسم العائلة وممكن ينادي بالاسم الأول. من تنادي بالاسم الأول عادة هم الأصدقاء شخص صديق تمون عليه تقول محمد صالح علي. لكن واحد مدير ولا واحد شخص مسؤول ما تنادي بالاسم المجرد. أوكي طيب هذا هو نهاية الوحدة الأولى. نهاية الوحدة الأولى باقي فيها موضوع قواعد وهو سهل وبسيط وأمامكم على السبورة. شوف الآن الموضوع هو استخدام a أو an. أوكي a or an أحيانا تجد في بعض المحادثات وفي بعض الجمل المكتوبة مثلا I bought a book ما تقول I bought book. No it's not accepted ليس صحيحا ليس مقبولا. You cannot say I bought book. I bought a book. طيب I ate أنا أكلت an apple. An apple ما أقول a apple. An apple. Okay. السؤال متى أستخدم a ومتى أستخدم an؟ القاعدة أمامكم سهلة جدا سهلة جدا. شوف الآن المثال أو الشرح اللي أمامكم. استخدام a أول شيء استخدام a متى أستخدم a. طيب القاعدة تقول before singular
countable nouns beginning in a consonant. Okay. تلاحظ ثلاث شروط. أول شيء لازم يكون الاسم countable معدود. معناها لو جاك اسم غير معدود ما يصح استخدم معه أ. غير معدود مثل water. ما تستطيع تقول I bought a water حتى لو كنت تقصد علبة الماء. حتى لما تجي الناس تقول لو سمحت أبغى ثلاثة موية. الموية ما تعد، أن تقصد ثلاثة قوارير موية. طب لما أنت عندك ثلاثة قوارير موية تبغى تتكلم بالإنجليزي تقول أبغى ثلاثة قوارير موية، إيش تقول؟ تقول three bottles of water، لكن ما تقول three water. حتى لو كان هو فاهم وش تقصد لكنها لغويا this is not correct. إذا الشرط الأول لازم يكون اسم معدود. طب الاسم المعدود ممكن يكون مفرد ممكن يكون جمع. القاعدة تقول لازم يكون مفرد. يعني books، هل صح أقول I read a books؟ لا، books جمع، ما يصح أضع أ مع المفرد. أوكي، إذا عرفنا اسم معدود ولازم يكون مفرد. الشرط الثالث beginning in a consonant، يبدأ بحرف ساكن. الحروف الساكنة زي ما بتشوفونها الآن، بظللها لكم الآن، هي كل الحروف ما عدا الخمسة أحرف اللي هي أمامكم الآن على تحت خط اللي هي I E O U A. أوكي، فلازم يكون إذن الاسم معدود يكون مفرد يكون يبدأ بحرف ساكن. شوف الأمثلة اللي تحتها. A book، book هل هو معدود؟ نعم معدود، أقدر أقول one book two books three books. طيب هل هو مفرد ولا جمع؟ لا مفرد، book ما فيها books. طيب لازم يبدأ بحرف ساكن، الحرف الساكن ب. ب هذه ساكنة ليست من ضمن حروف المتحركة، إذن ينطبق عليها القاعدة. اللي بعده a car a table a man a girl a chair a house a teacher a student a father a mother إلى آخره. إذن كل هذه إذا أتتك في جملة لازم تكون تستخدم قبلها أ. إذن اسم معدود مفرد يبدأ بحرف ساكن. طيب يقابلها آن. آن تشترك معها في شرطين، تشترك مع آن في شرطين، اللي هي لازم يكون اسم معدود، والشيء الثاني لازم يكون مفرد، معدود ومفرد. أما الشرط الثالث اللي يختلف عن اللي قبلها، وهو يكون يبدأ beginning in a vowel، يبدأ بحرف متحرك، حرف علة، والأحرف العلة اللي أمامكم اللي هي الخمسة أحرف. مثال an insect، insect اللي هو حشرة. an insect، لاحظ insect نقدر نعده وجاي مفرد ومبتدئ بحرف متحرك حرف علة. an engineer نفس الطريقة. an orange an umbrella an apple، كل هذه أمثلة على استخدامها. طيب خلونا نطبق على مثال عملي، مثال عملي أمامكم على اللوحة. We don't use a or an with the following words. الآن هي محلولة من ناحية الاستخدام، الكلمات هذه كلها لا يمكن أن نستخدم معها a ولا an. السؤال why، لماذا؟ السؤال لماذا؟ فتحت لكم الآن مجال الكتابة، نأخذها كلمة كلمة. أول كلمة كلمة coffee. لماذا لا نستطيع أن نقول a coffee؟ كوفي ناصر غير معدود، very good، لأنه غير معدود ما يصح أقول a coffee. okay correct. طيب الكلمة اللي بعدها doors، ليش ما يصح أقول a doors؟ لأنه معدود وجمع، لا تقول لأنه معدود فقط، لا، لو كان door فقط نقول a door، لكن doors معدود وجمع إذا ما يصح أستخدمها. طيب oranges،
لأنه جمع، لأنه جمع. طب واحد بيقول أو تبدأ بحرف الأو متحرك، لا يعني لو كانت مفرد نقول an orange، لكن oranges جمع. طب اللي بعدها salt، salt ليش ما أقول a salt؟ لأنه غير معدود. very good. طب اللي بعدها sugar، لماذا لا نستطيع نقول sugar؟ أحد قال مفرد والأغلبية غير معدود، هو غير معدود، غير معدود. sugar يعتبر اسم غير معدود. طيب oil، أيضا oil غير معدود، oil يعتبر غير معدود. طيب قبل ما يعني نترك مجال الأسئلة، بس نقطة كذا سريعة في النطق فيه. أحيانا واحد يتساءل لماذا نضع an، حتى لو عرفنا أن القاعدة، أن القاعدة هي حرف اسم معدود مفرد يبدأ بحرف متحرك، السؤال لماذا، لماذا لا نحط آ مع الجميع وبس؟ السبب هو في النطق. يعني تخيل لما تقول an apple، apple لما تقول آ تقول a apple، a apple، يعني تحس أنها ثقيلة في النطق. لكن لما تقول an تصير an apple، an apple، an apple، an apple، لما تنطقها بشكل سريع فتكون أخف. أوكي. أورنج، أورنج تقول أورنج، أورنج، يعني تحس فعلا ثقيلة جدا. لكن لما تقول أن أورنج، أن أورنج، تكون نطق فيها سلس. أوكي. طيب كذا نكون انتهينا من درس اليوم. You have any questions? You still have around 3 minutes، باقي 3 دقائق تقريبا. You can ask if you want. أنا ممكن أرجع لل أول نقطة يمكن أنتم كنتم متأخرين فيها، فرصة نحلها مع بعض. زين، أباكم الآن الآن كنا تكلمنا في البداية عن الـ present simple، المضارع البسيط، المضارع البسيط. الآن أمامكم مراجعة عن المضارع البسيط. أوكي، شوف number one، فراغ plays football every day، ماذا نختار؟ هل نقول they ولا he ولا we ولا the boys؟ أوكي، الإجابة، طيب أكثركم الآن وضع قال الإجابة B. طيب الإجابة B اللي هي he plays. السؤال why، لماذا، لماذا نضع he، why؟ لأن في S، لأن الفعل في S. okay very good. عندنا ذكرت في البداية المضارع البسيط لازم تسأل نفسك سؤالين، form function، الصيغة والوظيفة. الصيغة، المضارع البسيط صيغته هو فعل يضاف لأس أو ما يضاف لأس فقط، هذا هو الفرق في الصيغ. متى أضيف أس؟ إذا كان الفاعل he she it، إذا كان الفاعل I we you they فما نضيف لأس. فهنا لأن الفعل احتوى على أس فإذا حتما الفاعل لازم يكون he she it they، لا we، لا the boys جمع. طيب السؤال الثاني، my father football، هنا الآن نفي، نفي my father، هل نقول don't likes، doesn't likes، doesn't like، don't like، what do you think؟ ايش تعتقدون؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ اوكي، احد يقول D واحد يقول C. D don't like، D اصبح D اكثر دي. طيب اوكي، خلونا نتفق الان، هذا صيغة نفي. تذكرون في اللقاء السابق النفي قلنا الفاعل، الفعل اذا كان فيه اس واجي ابغى احوله للنفي اضع doesn't واشيل الاس، اللي هو بمعنى اخر يكون الفاعل هي وشي وات، لان قلنا قبل شوي اذا كان الفاعل هي وشي وات ياخذ اس والنفي حقه ياخذ doesn't. اوكي، فهنا الان my father، my father يعتبر he. طيب my father he، اذا he هل ياخذ don't ولا doesn't؟
على طول تعرف أنه doesn't ما يأخذ don't. إذن راح نستبعد A لأن فيها don't. don't ما تجي مع الفاعل المفرد. ونستبعد B لأنها أيضا don't. يتبقى عندك اختيارين B وC، كلاهما فيها doesn't نفس القاعدة، لكن في فرق. وش الفرق بين الحلين B وC؟ كلهم فيهم doesn't، لكن وش اختلفوا عن بعض فيه؟ What is the difference? The verb. Okay, the verb with S or without S. الفعل بS وبدون S. Okay, then doesn't like وليس likes. دائما إذا استخدمت doesn't أو does فيكون الفعل اللي بعدها مصدر. بالمناسبة أنا قلت قبل شوي رد يبدو لي في لخبطة في S الجمع. ترى الS إذا أضيفت للفعل تفيد الإفراد، وأضيف وإذا أضيفت للإسم تفيد الجمع. على آخر نقطة الوقت انتهى، بس بعتكرها على الشكل هذه فائدة عامة يعني ليست علاقة مقرر. يعني لما أقول مثلا the boy plays football every day، الآن الأس اللي أضفناها للفعل دلت على الإفراد. الإفراد في إيش؟ أن الفاعل مفرد، الفاعل the boy مفرد، فلذلك وضعنا أس. وplay تعتبر فعل، فالأس هنا تفيد الإفراد. بينما الأس الجمع أقول مثلا I bought 5 books. أنا اشتريت 5 كتب. هنا books أضفنا على S. S جاءت مع الاسم تدل على الجمع. لاحظ 5 books. لو كانت 1 تصير 1 book. فإذا هذا الفرق في استخدام S ما بين الفعل وما بين الاسم. أوكي. طيب كذا نكون انتهينا. بالنسبة لأسئلتكم عن الكتب والمقرر ونلقى فيه ارجعوا للمنتدى. أنا وضعت تفاصيل كافية جدا للجميع. نلتقيكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم في التوقيت ذاته. في أمان الله.